ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم من خلاله كيفية تشغيل أي برنامج بدون تثبيته. أولا المرجو أن تساندونا وتضغطوا جيم لصفحتنا على الفيسبوك وأن تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب. أولا سنذهب إلى هذا الموقع الذي سأترك لكم رابطه أسفل الفيديو، نضغط على كوبي ونضغط على كولي في نافذة جديدة. أنتم عليكم فقط الضغط عليه ثم نضغط على انتري وننتظر. بعد ذلك سيودينا إلى موقع الاد فلاي، سننتظر 5 ثواني ثم نضغط على باسل انونس او سكيب اد او تخطي الاعلان. بعد ذلك سنذهب الى هذا الموقع، هو موقع جميل جدا، هو موقع الميديا فاير، ونضغط على ننتظر ثم نضغط على داونلود. حجم الملف فقط 4.76 ميجا. ثم هنا نختار المكان الذي نريد وضعه فيه، مثلا انا اريد ان اضعه في بيرو، ثم نضغط على الدماغي وها هو حمل معنا بسرعة قياسية احبائي في الله، بسرعة قياسية. ثم سنأخذ هذا المجلد ونضغط على extract here، سيطلب منا بعد ذلك الباسورد، ما علينا فقط هو كتابته وهو زياد طه كالعادة. ثم نضغط على اوكي وسيودينا الى هذا، سيعطينا هذا المجلد هذا مثل هذا الشكل. ما علينا فعله هو اننا سنضغط على اوفغيغ، ثم سيطلب منا اختيار اللغة. مثلا انا ساختار العربية، هناك 5 لغات، نضغط على اوكي ثم نضغط على التالي، ثم هنا نختار المكان الذي نريد وضعه فيه. مثلا انا اريد وضعه في هذا المكان سأضعه، ثم نضغط على التالي ثم التالي ثم التالي تالي، ثم نضغط على هنا نضع العلامة، هنا انشاء ايقونة على سطح المكتب، ثم تثبيت. ما علينا فقط هو الانتظار. ننتظر التثبيت احبائي في الله. ليس هناك مشاكل لا في التثبيت ولا في التحميل. نضغط على انهاء ثم ستظهر لنا أيقونة مثل هذا الشكل. بعد ذلك نضغط عليها ثم نضغط هنا أو هنا ما نريده، ثم سنختار الملف الذي نريد تثبيته. مثلا أنا أريد تثبيت هذا البرنامج، نضغط على حسنا ثم ننتظر احبائي في الله. بعد ذلك نختار اي واحدة من هذه ثم نضغط على فك ثم ننتظر. بعد ذلك ها هو يظهر معنا احبائي في الله البرنامج بدون تثبيت وبدون أي مشاكل أحبائي في الله. وإذا ها حان وقت الوداع،
أتمنى أن تساندونا وتضغطوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، سأترك رابطها أسفل الفيديو. وأتمنى أن تساندونا أيضا باشتراككم، لأن مساندكم تشجعنا لنقوم بالفيديوهات بالعديد من الفيديوهات في المرات المقبلة.